وانت النهاردة الدنيا كلها حواليك مقلوبة كلها. رئيس صربيا النهاردة فوتشيتش كان بيتكلم كده انه مصر قدر الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يشيد بالرئيس، قدر الرئيس في هذه المنطقة الصعبة جدا يمشي بالبلد ويعمل تنمية. رغم رئيس صربيا كان بيقول كده النهاردة، الموضوع مش جاي من فراغ، يعني حواليك حريقة في الشرق وفي الجنوب وفي الغرب والشمال، يعني كله واحنا الحمد لله بفضل الله، بفضل الله وكرم ربنا. والرئيس قرأ المشهد مبكرا 2013، وزير دفاع مصر وقتها كان المشير عبد الفتاح السيسي، لما راح أول زيارة لروسيا كان أول زيارة عشان إيه؟ يبدأ في التعاقد على صفقات سلاح. لا كان في كلام على إنه جاي رئيس جمهورية، ولا في كلام على انتخابات رئاسية، ولا شيء، ولا حاجة. ولكن راح روسيا وهو وزير دفاع عشان يبدأ يتعاقد على صفقات سلاح مع روسيا مبكرا، ثم تولى الرئاسة وراح على طول يبدأ مع مين؟ ما بقاش ان انا معتمد على دولة واحدة، لا، نبدأ مع الفرنساويين ومع الألمان ومع الروس ومع الصينيين ومع الكوريين ومع كل الدول، كل دول العالم.